وينضم الينا في استوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في كيو اهلا بك سيد رائد اهلا وسهلا على بدايه خطوه فرض رسوم او خطوه فرض الرسوم الجمركيه بشكل عام على الصين على وجه التحديد ستعيد التضخم للواجهه بينما يرى ترامب بانها ستعطي قوه لاقتصاد بلاده بالتالي هل تعتقد بان ترامب سيتخطى هذا المعطى عوده التضخم تحديدا اعتقد انه هذا التكتيك الذي قد مارسه ترامب سابقا ويعود مرة أخرى مع عودته كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية كان له مخاوف تضخمية وزاد بلا شك من العبء التضخمي في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن أعتقد الوضعية مختلفة بعض الشيء في الوقت الراهن مستويات التضخم هي قريبة من المستهدفات ليست ببعيدة كثيرا مع وجود هذه الرسوم الجمركية يجب أن الأخذ بعين الاعتبار أنه ترامب متجه إلى هذا الأمر بالتالي زيادة السياسات الحمائية توجيه الرسوم الجمركية ليس فقط على الصين ربما يكون هناك أيضا دول أخرى مثل منطقة الاتحاد الأوروبي أعتقد ذلك قد يزيد من الأعباء التضخمية ولكن نذكر بأنه في عنا العديد من الادوات الاخرى التي يمكن استخدامها في الولايات المتحده الامريكيه من بينها مستويات اسعار الفائده التي ربما يرى الفيدرال الامريكي يعني من الافضل ان يبطئ بعمليه تشديد السياسه النقديه ورفع اسعار الفائده وربما قد يتجه الى يعني اسعار فائده مرتفعه بشكل اكبر خلال الفتره القادمه لمواجهه اي اعباء تضخميه حتى الان لا يمكن الحكم عليها حتى يصبح رئيسا في ظل ذلك سيد رائد هل تعتقد بان احتماليه خفض اسعار الفائده بات متراجعا فعلا هل هناك خيار قد يكون برفع سعر الفائده مجددا في ظل المعطيات الحاليه اذا ما تطورت الحالة التجاريه خصوصا تماما نحن بعض البيانات الاقتصاديه اللي تصدرت مؤخرا سواء كانت من الانفاق الشخصي الاستهلاكي من مؤشر اسعار المستهلكين وكذلك مؤشر مديري الانتاج واضافه أخير القراءات كانت هي الريتيل سيلز او مبيعات التجزئه جميعها اشارت الى مخاوف واعباء تضخميه بدات بالنشوء والارتفاع تدريجيا ربما ذلك قد يبطل قرار الفائده في ديسمبر انه يكون في عندنا رفع ب 25 نقطه اساس وهذا من شأنه أن يخلق جوا تحفيزيا بشكل كبير داخل الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية فبلا شك هذه البيانات بسوءها حتى الآن أعتقد سوف تقرر الفدرال الأمريكي أن لا يقوم برفع أسعار الفائدة فيما يتعلق بالبيتكوين حديث العالم بشكل عام بين خيارات الصعود ل 100 ألف دولار وعمليات التصحيح الحادة أي الخيارين أقرب برأيك؟ اعتقد انه نحن وصلنا الى مستويات مرتفعه جدا، المشتري خائف ان يقوم بعمليات شراء عند هذه المستويات وترامب لم يصبح رئيسا بعد، عمليه التصحيح وارده وبشكل كبير جدا، ربما قد تكون اكثر عمقا مع سوء خلينا نقول يعني اذا لم تحصل توقعات المستثمرين من وجود ترامب كرئيس للولايات المتحده الامريكيه وسوف يكون هناك ابطاء في عمليه تغذيه السيوله في العملات الرقميه، بالتالي ممكن نشهد بعض التصحيح قبل أن نصل المستويات فوق المائة ألف دولار نعم فيما تعرف بالذهب كذلك بين خيارات استمرار عملية الصعود وعمل أو عملية التصحيح لمستوى 2300 دولار كذلك أيهما آخر برأيك؟ أعتقد مرد الذهب بعودته هو للتوترات الجيوسياسية وصلنا إلى مستويات ال 34 ربما نستمر أكثر نحو مستويات تصل إلى الستين 60 أو الخمسة 85 ومن ثم يعود إلى مسار هابط بالاتجاه الهابط اكثر المغذي الرئيسي لارتفاعات الذهب مؤخرا هي التوترات الجيوسياسيه وما يحدث بين روسيا واوكرانيا والمخاوف التي قد تنشا عن هذا الصراع عمليه التصحيح عمليه صاح. التصحيح حاليا نحن تصل. عند ال 34 ممكن نوصل لل 660 نعم. الى 685 نعم. اذا السيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في كويتي كنت معنا شكرا لك شكرا لك